مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيلو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن خلاق الدش، زي ما انتم شايفينه كده مربوط على الآخر دي، بايظة مرضاش تربط، وده على الآخر اهو زي ما انتم شايفينه ومسرب مية، فهنفكه مع بعض ونصلحه. اول حاجة هنقفل المية عن الحمام، بعد ما قفلنا المية يا حضرات هنقوم ايه، هنحل اول حاجة ده يجيب مفتاح كده بيتوسع ويتضيق عشان ايه تبقى معاك جميع المقاسات. نخلع ده كده، نفك شوية من الناحية دي وشوية من الناحية التانية. نخلعه بالشكل ده، طبعا في مسمارين هنا هنحلهم. هنخلع دي كده، طبعا هنحله زي بالشكل ده. نخلع ايه دي، نحل التانية، بالشكل هنروح خلعين القلبين دول يا حضرات كده. شغلانة سهلة وبسيطة، بدل ما تكلف نفسك وتشتري لك خلاط جديد تخشله في 350 جنيه 400 مصري او 500. تخلع بصوا كده الجلد بتاعه باص زي ما شايفين قدام حضراتكم. هنفك التانية، تاني برضه زي ما شايفينه اهو الجلد بتاعه بايظة. شوفوا عامل ايه، فاحنا هنجيب اتنين جداد ونركبهم مكانهم. طبعا يا حضرات جبنا اتنين جداد بالشكل ده زي ما شايفينهم قدام حضراتكم بالجلد الجديد بتاعهم، وجبنا الربا البردي جديد اللي هيركب هنا، واحدة هنا وواحدة هنا، برضو الربا الباظ زي ما شايفينه قدامكم اهو. هنجيبنا ايه الربا الجديد، والربا اللي عامل شكلها ايه كده، جبنا ربا جديدة. اول خطوة هتعملها هتنظف دولة كده بمفك ولا اي حاجة، هتاكل الروايش اللي فيهم عشان يسكر مظبوط عشان ما يسربش مية. الناحيتين دول كده هتظبطهم كده بالشكل ده علشان ايه ما يسربش مية، يبقى عامل معاه. بعد ما انتهينا من عملية التنظيف هنغسله عشان ايه الروائش كلها تنزل.
هنغسل بالشكل ده عشان ايه تطلع ايه الرواسب اللي احنا ايه شلناها بالمفك. طبعا يا حضرات هنقوم الاول حته سيم زي كده وشويه اريال او تايت او اي مسحوق ونبتدي الغسالات ده ونظبطه بالشكل ده عشان ايه نرجع شكله جديد. وبرده هنفك الفلتر بتاعه ده وننضفه عشان لو ايه معباه شوائب اهو. خلوا بالكم على الجلد دي برضه بتاعته. هنشيل الحاجات دي كلها هنرميها. هنطلع الفلتر بالشكل ده كده ونغسله. بالشكل ده. ونظبطه عشان يبقى ايه شغال 100%. ونركبه زي ما كان. ليه عدلة وقلب اهو. تركبه على الوضع ده. وتركب الجلدة زي ما كانت كده وتربطه ايه ونكب شوية مية في الخلاط كده عشان لو في رواسب تطلع. بس ونربطه زي ما كان بالشكل ده. نشطفه طبعا يا حضرات. بعد ما انتهينا من عملية التنظيف بالشكل ده هنقرب على دي شوية كده تظبط المفتاح على عليها كده. لها مكان هي للمفتاح زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. كده احنا ايه قربنا عليه بالشكل ده. هنقوم بعملية تركيب القلب بالشكل ده. شغلانة سهلة وبسيطة مش محتاجة انك انت تشتري لك خلاط وتجيب لك سباك كل حاجة تعملها وحدك. تربط عليه جامد عشان ما يتحلش بالشكل ده. كده ربطنا عليه جامد زي ما انتم شايفين. نروح على الناحية التانية. خلي وضع المفتوح عشان ايه دي بعيدة عن اللي تحت عشان تعرف تربط مظبوط. برضو نفس النظام هتعمل كده. طبعا كده انتهينا من عملية التربيط. طبعا الاتنين دول بايظين مشغلينش مظبوط. ادي بيلف على الفاضي زي ما انتم شايفين كده. فايه جبنا ايه اتنين جداد
ادهم هنركبهم. اول حاجة هنشيل الزرة دي، ملقيناش واحدة حمراء، كله الزرة كده. نشيل الزرة دي كده ونروح ايه مركبينها بالشكل ده ورابطين بالمسمار. متيتين عليها كويس، كده بقي ايه 10 على 10. نركب الناحية التانية برضي، هنشيل الزر كده ونركب الناحية التانية. كده اتثبتت مظبوط، هركب المسمار برضي ونربط عليه بالشكل ده. انتهيت عليه مظبوط، ركب الزرة بالشكل ده. طبعا الركبة التانية وكده يا حضرات ايه، طبعا جبنا له برضي القطعة البايعة منه دي، جبناها هنركبها برضي بس كده ايه بإيه. تمام كده جاهز على التركيب. هنركبه، هنركب الجلد هنا وهنركبه. طبعا يا حضرات هنركب الجلد بالشكل ده الأول، زي ما شايفين قدام حضراتكم نريح الجلد مظبوط كده، وبعدين هنبدأ إيه نركب. ركب سنتين من هنا وسنتين من الناحية التانية. بالوضع ده الأول تجمع بإيدك وبعدين بالمفتاح. هتجيب مفتاح زي ده كده، حرك عليهم بالشكل ده، كده بقي تمام الناحية دي، نزود على الناحية دي. كده ايه بس كده تمام. هنرجع نركب بتاع الدش زي ما كان، نربط كده كده بقي تمام. كده يا حضرات انتهينا من عملية التركيب. بعد كده هنجرب كده مع بعض قدام حضراتكم على بركة الله، زي ما شايفين مية شغالة، مفيش نقطة مية متسربة. نفتح الناحية التانية برضي، لو عايزين نحول المية لفوق على الدش اللي فوق برضي، ادي اهو
زي ما شايفين قدام حضراتكم. لو عايزين نحول على الثاني اللي فوق في العجب والفيلم، يا ريت تضغط لايك ويعمل اشتراك للقناة. وإلى اللقاء في فيديو جديد، كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.